مساء الخير، تحية لكل مشاهدي الام تي في. فطر سعيد، وان شاء الله بينعاد على كل يلي كانوا صايمين وعلى كل الأمة العربية بهالعيد السعيد. ان شاء الله يا رب هالصيام اللي كان على فترة شهر بيعود عليكم بكل خيرات وبكل بركات. كل سنة منقول انه ان شاء الله منكون جايين على ايام احلى، نتوقع انه السنة ايامنا تكون احلى، وان شاء الله كل امنياتكم يلي تمنيتوها وصمتوا كرمالها بهالشهر انها تتحقق لكم. نحن الليلة حلقتنا مميزة لانه هي اخر حلقة بالبحر، عم نخلص. ضيوفها مميزين لانه يعني فيها من الاشخاص اللي منحبهم ومنحترمهم، وفيها من الاشخاص اللي هن نحن موجودين ببيتهم. فبالبداية اسمحوا لي رحب بالاستاذ جابرييل المر، اهلا وسهلا فيك. ميرسي، انا بالراحه فيك. ميرسي، يعني نحن عندك اليوم. انا عندك، انا ضيفك الليله. نحن ضيوفك دائما. اهلا وسهلا فيك، كيف مرتاح اليوم؟ ماكسيموم ستات حلوه على اليمين وشمال. شفت كيف؟ اهلا وسهلا فيك استاذ جابرييل. اكيد مشوارنا رح يكون من خليج جوني. حبيت اول شيء مشوار بالبحر، كثير حلو. حلو، هلا رح يكون مشوارنا من خليج جوني تنوصل على بيروت، وان شاء الله حلقتنا بتكون من اجمل الحلقات ببرنامجنا. اهلا وسهلا فيك. يلا ان شاء الله. بدي رحب بالفنانه دينا حايك. بونسوار وسام. بونسوار، بونجور، طل القمر، ما بعرف شو بدي اقول لك. كلك ذوق، القمر موجود بوجودكم وكلكم قمر، وانا مبسوطه اليوم اني موجوده مع اشخاص بحبهم كثير. كارمن من الممثلات اللي كثير بحترمهم وبحبهم وبتابعهم، وهذا الشيء يعني ما بحب اقوله بوجه الشخص، بس لما شفتها قلت لها اياه. واستاذ مروان حداد كمان من الاشخاص اللي كمان تعرفت عليهم من فتره، وهي ثاني مره بنصور سوا كمان. سعيده. اهلا وسهلا فيكي استاذ مسيو جابرييل المر. انا كمان مبسوطه، حسيت حالي من العائله. اهلا وسهلا. انت دائما من العائله. ثانك يو. عائله الام تي في كبيره وبتساعد الكل، ما هيك؟ بتساعد اكثر. وبعد بتساعد اكثر. بدي رحب بصديقه عزيزه وانسانه ناجحه بشغلها وبشخصيتها وبنفسيتها ناجحه. شكرا كارمن لبوس. اهلا وسهلا فيكي. يعني التقينا بس بالبحر. بالبحر، ايه، بالهواء. التقينا مش غلط قبل، ايه، بس بالهواء وبالما فوق. مش ظابطه. لا 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 لا، تخافك انت من العلوم. ايه شوي. هلا تعترفتي فيها. قلت لك كل مره تقول لي كارمن لا ليك وسام عندي تصوير ومش قادره. ولا عملت شيء. اه كارمن ما طلعت بال ما طلعت بالهواء. بالبحر انه سمكه منيحه. اهلا وسهلا فيكي كارمن، شرفتينا بوجودك. كمان بدي رحب بالاستاذ مروان حداد. اهلا وسهلا فيك. فيك وسام. ليه حداد طلعت معي هيك دخلك؟ ليه طلعت هيك؟ من قلبك. من قلبي، من قلبي، على جهه القلب. انت قاعد عمالة الشمال اصلا. وبدي اقول لكم انه وسام حرارته 40 وعم بيصور. بيني؟ حط لي ميزان. لا بالعكس، انا بوجودكم بتعلى حرارتي بوجود هالاجواء الحلوه. طيب ما طول عليكم، نحن بتعرفوا انا بالنهارات يعني غير ما يكون علي حراره بكون عم بتصيد بهالبحر، بيطلع معي هالسمكات. رح بلش من عندك استاذ جابرييل، فرجيني شو حملت لك هالسمكه. فينا نحن نفتح كمان؟ لا. شو حملت لك هالسمكه؟ شو حملت لي هالسمكه؟ ما بعرف. وان فوت وان مان. قلبت لك اياها اليوم. هي اصلا وان مان وان فوت، وهيدا المشروع اللي انا قدمته من 15 سنه وبعدني مصر انه بلبنان ما بيمشي غيره. بتعرف ليش قلبته؟ قلبته لانه ما حدا استجاب لطلبي انا، اكيد من شان هذا السبب. ما حدا عم يبحث انه يوصل لتمثيل شامل وكامل للشعب اللبناني، كلهم عم يفتشوا. هاي النسبيه اللي طرحوها اخر شيء، اللي طبعا مش هذا الحل. من هلا بقول لك، لانه حل ديمقراطي ولا راح يكون التمثيل المسيحي صحيح، لانه بضمن ربحنا جميله انه كل قوانين الانتخاب هدفها الاول انه يصير في تمثيل مسيحي، المسيحيين يكون هن عم يجيبوا نوابهم. نعم. اكيد مش مش بعنون النسبيه. طيب ليه مشروعك ما قدر يلاقي عند الحلفاء قبل الاخصام؟ لانه يلاقي هيدا صدى. لانه هيدا المشروع عم بينزل الناس من البواسط ومن الفانات ومن الترينات ومن لوايح ما بقى فيه، صار كل واحد عنده كفاءة، كل واحد عنده إمكانية يجمع 6000 أو 7000 أو 8000 صوت
بيأمن وصوله عن ندوة نيابية. بس هذا مشروع مثالي حلو. هذا مشروع اللي ما في له حل بلبنان. ليك هاي القصة المطروحة بكرة بك تتفاجئ انه لا يمكن ان يطبق قانون النسبية ببلد بعده قائم على مذهبية، يعني مطرح ما في أرثوذكسي واحد مثل بالأشرفية أو ماروني واحد. طيب وكيف شكل إذا في ثلاث لوائح لمين بيعطوا الأرثوذكسي ولمين الماروني؟ صحيح. وهلا بسأل لك مع صوت تفضيلي وصوت أفضلية لشو هالتركيبات؟ بس أستاذ جابرييل قد ايه بتلاقي إنه يمكن هالقوانين اللي هالقانون اللي عم تقول إنه في كتير من الثغرات عم ينحط ينقال إنه حطينا قانون فقط ونرجع لقانون الستين بعد؟ مزبوط. هلا نيجي إن شاء الله نوصل لانتخابات ويصير في انتخابات. أنا برأيي متشائم. لا مش متشائم، بس إنه الأوضاع مجهولة لأول مرة بحياتنا السياسية نوصل ما عندنا قراءة. كان يبقى نشوف صحيح. قدامنا فيها الخيار، وإذا ما مشي الخيار فيها الخيار. هالمرة ماشيين مغمضين عينينا ناطرين، واللبناني عطول ناطر من بداية الحرب، ناطرين تتجي جوردلي وناطرين تنتخبوا جورج بوش الأب وناطرين تتجي غوندوليزا. ليه ما عندنا تخطيط؟ ما بيعرفوا غير ينطروا أساساً. exactly. يعني هذه فكرة كثير مهمة. ليه نحن ما بنعرف نخطط قبل ما يعني نتوقع أنه في هذا السيناريو في هذا السيناريو نخطط لاثنين تنعرف وين نروح؟ لك هلأ ما في سيناريو للواقع. اللي هني مسؤولين بالعالم خارجيا وداخليا ما حدا عارف شو بده يصير بسوريا. رأيي الخاص القصة طويلة، مش مثل ما عم يقولوا من على الأسبوعين وشهر النظام سقط. بس بيسقط بعد شهر أو بعد سنة أو بعد ثلاث سنين، بعدها ما دام عنده حماية روسية صينية خارجية، ما دام عنده بالشرق الأوسط إيران، النظام لا يسقط بسهولة. هي حماية سياسية ولا اقتصادية؟ كل شيء. يعني اليوم إذا إيران ما سندته بالمال وما سندته بالبترول وما سندته بالرجال وما سندته بالأسلحة ما سندته بالسياسي بيسقط. يعني المساعدة بس إطار هالمساندة، يعني النظام بشكل عام عم يحصل على هالمساندة من إيران ومن روسيا ومن الصين ضمن إطار سياسي ولا اقتصادي؟ ضمن إطار سياسي ومن وراءه الاقتصاد. يعني روسيا بهمها المياه الدافئة اللي نحن هون فيها بالبحر الأبيض المتوسط وقعدتها بطرطوس. إيران بهمها الأكس اللي بيخليها توصل حول إسرائيل وبوجود حزب الله، عامل أكس مأمني حالة أنه بأي ضربة بتجي من إسرائيل في رد فعل من حزب الله على تل أبيب. سياسياً اقتصادياً عسكرياً موضوع شامل. هذا الخط الإيراني السوري مدعوم من الروم، أنا روم مش هيك يعني الروس من وراءهم الصين وإلى آخره. أستاذ مروان روم كمان جاي؟ لا أنا كاثوليك. كاثوليك بس الشيء ذاته تقريباً بثلاثة. إذا صارت الانتخابات 2013 أنت موجود؟ أنا موجود كمرشح. كمرشح؟ هذا السؤال دائما بيسألوني. أنا هي. بالنسبة لي لا يهمني الترشيح اللي أدى لترشيحي بال 2002 الأسباب ما عادت موجودة. كان في أسباب سياسية أنه بيت المر منهم بخط سوريا إيران. كان في أخوي وشقيقي بالخط اللي هو مع سوريا وإيران، اضطريت أنا أعمل معركة سياسية تنقلهم لا هذا الخط طبعنا. هلأ خيي وابن خيي، ابن خيي كان ب 14 أدار ببيت الوسط من شهر ونص. أهلا وسهلا فيهم وأنا بأيدهم. أنت معهم؟ إذا كانوا ب 14 أدار، إذا مشوا بالخط الآخر لا. كيف شايفهم؟ سكتني كيف شايفهم. شكرا أستاذ جابرييل. دينا شو حملت لك هالسمكة؟ هلا وين بدي فتش هاي ولا مش بالسمك؟ بمزح اكيد، بس حبيت هاي السمكه بدي اخذها معي. بدك تاخذي السمكه هلا اخر حلقه فيك تاخديها. اوكي. يي الاغنيه الشعبيه بلاها وبلا بلاها. لا اكيد لا. الاغنيه الشعبيه كان عندك مش نقمه او هيك راي من موضوع الاغنيه الشعبيه بتلاقيها انه بعدت شوي عن الجو اللي لازم تكون فيه. لا ما هيك كان المقصود. انا كثير بحب الاغنيه الشعبيه. اكيد انا انعرفت من خلال الاغنيه الكلاسيك، الاغاني الكلاسيك يعني الرومانتيك اكثر. وانا عملت اغاني شعبيه وانا بحبها. بس شو رايك بالشعب اللي عم يتقدم مثل اليوم؟ مثل ما انكتب انه الاغنيه الشعبيه اغنيه يعني صارت كتير ما بعرف شو كتبوا انه انا
الأغنية الشعبية بطلت مثل قبل اخذ رهجتها أو شيء، لا بالعكس أنا كثير بحب الأغنية الشعبية. وأنا عملت القمر بذاته وعملت أبو الزلف، وعندي بألبوماتي القديمة عندي مر الحلو، عندي كثير أغاني حلوة، بس أنا بقول كل واحد شو بيلبق له لازم يغني. أنت وين بتحسي حالك أكثر شيء؟ أنا بحب اللونين، بحب الرومانسي وبحب اللبناني، ويمكن لأنه هول اللونين اللي بقولي غنيتهم، ولكن بلاقي حالي أكثر بالأغاني الرومانسية يعني. لقي حالي اكثر. هلا شو تحضيراتك؟ شو عندك؟ بتحبني اكثر بتصور بهذا المطرح. شو عم تحضري هلا؟ هلا عم بحضر اغنيه بس ما راح احكي عنها كثير لانه بعدنا عم نشتغل عليها، بس في اغنيه منا رومانسيه. شو راح يكون جوا؟ ايقاعيه شوي، ايقاعيه شوي، بس ما راح هلا كثير احكي عنها لان بعدنا بالتوزيع. انت مع الاغنيه المتخصصه يعني اللي بتكون لمناسبه معينه ولا اي حسب اوقات؟ ايه يعني لمناسبه شو يعني؟ انا مش مع انه في اغنيه صيفيه واغنيه شتويه هيدا لا، بس انا مع انه تعمل اغنيه كل فنان عنده اغنيه فرح، اغنيه للفرح، اغنيه لعيد الميلاد، يعني هيدا الشيء شفناه قبلنا حتى اشتغلوا عليه وعملوا حلو ونجح، بس مش لازم تعمل هيدا الشيء بس لانه غيرك عمله. يعني لازم تعمل هذا الشيء اذا انت حابب تقدم اغنيه لمناسبه فرح، حابب تقدم اغنيه للوطن، حابب انت مقتنع اليوم بالحاله الفنيه اللي إنسانية. موجوده انسانيه. انا مقدمه اغاني حتى تحمل طابع انساني، وعملنا مؤخرا كمان اغنيه للفقر وال صحيح بلبنان. يعني بقى انا مع انه وظف صوتي بمطارح بيوصل يعني دينا برأيك بيوصل ولا بيتعب ثلاث ارباع الوقت فنان وبيروح بحضر الغنية وبتنزل مرة مرتين والناس بتنساها؟ لأنه الناس اليوم صار بهمها يعني بينعمل غنية هادفة والفنان بيعطي من وقته وبيعطي من 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 شغله كرمال يطلع هالغنية بتنزل مرتين وبتوقف 100%. أنا قبل كنت أكتر يعني، قبل كنت كل ما حدا قال لي روح حط صوتي بلا ما أسأل، لقيت انه لا لازم اسال، لانه انا لما بدي اقدم لما بدي احط ايدي بايدك تنوصل رساله معينه، طب اذا ما وصلتها معي صح لشو انا معناتها ما عملت شيء؟ تحس حالي انه قدرت اقدم شيء، صرت اسال انه بليز قديش هيدا الشيء مدعوم، هالاغنيه قديه رح تنحط لتشوفها الناس تتعلم تتفيد تحتالي اذا رساله يمكن تجيب مساعدات معينه، طب اذا ما دعمناها لشو؟ يعني مش لانه انا بكون عم بخسر بس من وقتي، لانه انا بكون رسالتي او هدفي اللي عم بشتغل عليه ما وصلت له. شكرا دينا. كارمن شو حملت لك سمكتي؟ شو بكي؟ لا عم بحس انه انت كيف منقيهم؟ شو؟ كيف منقيهم؟ الجمل اللي حملت لي اياهم سمكتي. هيك هن من البحر بيشيلوهم لحالهم. طيب اذا ما عجبني الشيء لا حيعجبك حيعجبك. المنتجون العرب شوهوا صورة الممثل اللبناني. هي انا قايلتها؟ منيحة الجملة؟ انا قايلتها شيء لا؟ جزء منها. شيء بما معناه يعني. بما معناه. ايه. انه مش شوهوا بس منتجين العرب ايه ما خصنا لا انا فرنساوي انا هون بنرجع على الخلاف العربي الفيني انا فيني غير اللبناني لاقول لك لانه بعد الدراما عنا او بعد الممثلين عنا ما انتشروا عربيا، فبتلاقي انه بس يعوزوا ممثله اكثر، يعني بتلاقي اكثر في ممثلين ظهروا برات لبنان يعني ليمثلوا على مصر، فبتلاقي دائما في شكل معين مطلوب وفي دور معين مطلوب. يعني بتلاحظي في منهم حتى ببلشوا بمصر يعني ما بيكونوا مثلوا بلبنان ولا طبعًا. حدا شافهم بلبنان لانه بمصر ما في يعني مش كل الممثلات بيلعبوا ادوار معينه، فانه اللبنانيه متحرره فممكن هي تلعب دور اكثر من غيرها، فلهالسبب يعني صار في اذا بدك صار في صوره مشوهه شوي لل بس هيدي الصوره اليوم اللبناني. انت من خبرتك كممثل مش بس بالتمثيل يعني بكل النواحي
انه بس تلاقي على بالمجلات واللبنانيات كيف لابسين وكذا، انه نحن بعدنا بيعتبر انه اللبنانيه نحن شئنا ام ابينا يمكن السوق اللبناني ضيق. انت كممثله محترفه اليوم وقتها بتكوني مع منتجين من خارج لبنان ان كانوا عرب ولا بهالدول العربيه اللي موجوده، شو اللي بيكون الفيدباك؟ يعني شو اللي بينقال انه ليه خيي نحن ما بنشتغل معكم؟ يعني ليه وقت بدكم بنت لبنانيه بتنبشوا على شيء ثاني؟ ما بيعرفونا. يعني المشكله انه هلا تغيرت، هلا تغيرت، بس هن اللي قلته صح. قبل انه ما بيعرفوا مين، يعني اللي اكثر ناس اشتغلوا او انطلبوا كانت تبقى اكثر يا اما عارضه ازياء او مغنيه. بس ولا صحيح. مرة كان في مثلة يعني درس التمثيل تخرج التمثيل وانطلبت، لأنه ما بيحضروا. يعني مش كل الوقت حاطين الـ LBC أو الـ MTV، يعني حالياً الـ MTV ليقعدوا يشوفوا مين في ممثلات موجودين. بس غريب المنتج أستاذ مروان مش لازم ينبش على الممثل بشكل عام؟ ما فيهم يعرفوا ممثل أي واحد لبناني؟ لا بشكل عام، يعني أنا كمنتج اليوم بنبش على ممثل، مش بس بنبش على صورة أخلق منها حالي. لا أكيد ولا مرة بننبش إلا على ممثل، ما حدا ببل. لا بس مزبوط، بس برا انه ليجيبوا ممثل بده يكون معروف عربيا، يعني بده يكون مشهور لحتى يطلبوه من هيدي الدوله. فلهالسبب ليش بدهم يبعثوا ورا ممثلين او ممثلات مش معروفين عربيا، غير اذا هن بحاجه لعدد ما عندهم هيدا العدد او في شكل معين مش موجود عندهم لهالسبب بيطلبوه. يمكن هلا بسبب انه الدراما عم ترجع تطلع عربيا شوي، في احتمال انه يبلشوا بهالطلعة. كله بده يفوت صح. يعني الانتاج بكامله من المسلسل كله بده ينتقل عربيا. جاي لك على موضوع الانتاج، انا جاي ايش حلو في انا شاركك اصلا هي اليوم هلا يعني بما انه نحن بليله العيد ووجود كارمن ومروان كمان موجودين على نفس الطاوله وكانوا كمان ورا الكواليس موجودين مع بعضهم. شو قصدك؟ لا تفوتني موضوع الانتاج، يعني انا مبسوط فيكم انه موجودين وحابب احب هيدي الالفه اللي موجوده. كارمن انت بهالفوعه اللي عم بتصير اليوم، شو اللي عبالك تعمليه؟ ما في شيء معين. يعني انت بتقولي انا اليوم عبالي اعمل هيدا الشيء حطته براسي؟ ولا مره فكرت. ولا مره. برافو. لانه اذا بتحط شيء براسك بتصير اي شيء بتعمله بتحس انك ما عملت شيء، بتحس حالك فاشل. طبعا. فهيك انه اي شيء بيجي اذا حلو بنبسط فيه. شكرا كارمن. شكرا مروان. شو حملت لك السمكه؟ انا مش حناقشك بهالفقره. حاعطي الحق لكارمن هي تناقشك. انا ما بحتكر الممثلين لكن بمضي معهم عقد على فترات طويله. صح. شيء مزبوط. اصلا الانسان لا يحتكر، ممنوع الاحتكار بالقانون اللبناني، انه انا احتكر انسان، بس انا لي حق بالحصريه، وهذا في فرق كبير بين الحصريه والاحتكار. الحصريه هي اني اتعاقد مع شخص مثل ما بتتعاقد الدولة مع موظفين لفترات معينة، وبتحط بالعقد شروطك، بتقول أنا تعاقدت مع هالممثل لفترة سنة أو اثنين أو ثلاثة، خلاله راح نقوم بهالأعمال التالية. كونك أنت منتج عم تستثمر بهالشخص طبعا. نعم. فهيدا منسميه عقد حصري، وهيدا وين ما كان موجود. بكل بلاد العالم. صح. بمصر، بهوليود، بهيدا. فبس يعني الفاشلون دائما يخترعون. شو مأخذك كارمن على مروان؟ بصراحة نحن موجودين اليوم بالبحر، ما في حدا حوالينا. عالي كتير. بكشتغلنا على الإيجو. في يعني فرق. أنا كتير كتير عالية. بعدين كونه محامي، فالمحامي عادة ما بيسكت، مع احترامي يعني اذا دغري بيلاقي حلول وبيلاقي بدائل. هذا شيء منيح. ايه انه دغري بتقول له شغله دغري بيقدر يبرم بيكوع من حدا وبيرجع. ليك بس بدي اقول لك انه الفرق كثير صغير بين انه الانسان يكون مغرور او واعي حقيقته. انا مع كل انسان انه يوعى حقيقته لو الايجو عنده عالي. ليه ما بتشتغل مع كارمن؟ انا اول بطولة مطلقة اخذتها كارمن بحياتها، انا اعطيتها اياها، هي بتعرف بابنة المعلم.
هلا. قبل ابنة المعلم خليني أعطي هالمعلومة لأنه في ناس نسيوها، هي كانت تعمل بطولات مشتركة، بس بطولة مطلقة لإلها كان بالألفين وخمسة بمسلسل ابنة المعلم. هلا شو عم تحضر لها؟ أنا بدي أسأل سؤال، ليش المنتجين بيزعلوا؟ ليش؟ المنتجين اللبنانية ما بعرف برا، لأنه إيه؟ برا اشتغلت ولا مرة زعلوا إني إيه؟ ما ذكرت إنه إذا كنت عم بقول مثلا عن أي عمل إذا ما ذكرت اسم المنتج أو إيش شكرته على الهواء بيزعل. أنت بتزعل مرة؟ أنا أكيد ما بزعل. إذا أنا كنت عم تشتغلي معي وعم يحكوا عن بروجرام راح تجيبي سيرتي. مرة زعلت مني إنه ما جبتي سيرتي؟ إيه بعد ابنة المعلم. بكون كان في سبب بابنة المعلم. ايه انه مرة ثلاثة حكيت على الهواء إيه؟ حكيت عن إلي حبيب. لا حكيت عن إلي حبيب إيه؟ وكذا وكذا عتبت انه ما لانه اذا بدك يمكن نسيت انا الحادثة، بس كل اذا بدك كان لها مسببة، لانه بالنهاية ممكن سألتي سؤال انه حكيتي عن شيء كان لازم تحكي عني ما حكيتي نرجع. عنه يعني مروان بس من الملفت يعني انه بمطارح التعاون مع اشخاص مثل نعم. كارمن هو كونك انت شخص عم يستثمر يمكن من امواله وعم يستثمر كمنتج، استثمر بالاشخاص كمان اللي بيعملوا لك نجوميه اكيد وبمطارح. هلا لازم تكون بس سوري مروان بيعتبر انه هو بيخلق نجم. مش لا انا ولا مره قلت هالشيء، انا دائما بقول انا بعطي فرصه ولا مره بقول انا ضد شيء اسمه صانع نجوم. انا بعطي فرصه لانه قد ما يكون الانسان موهوب، ان صناع النجوم وصلوا لمرحله بقيوا لحالهم. ايه انا ايه. ما بامن فيها، بس انا بامن اذا عندك موهبه وما اجى شخص يعطيك الفرصه موهبتك ما راح تبين. شو العمل الجديد راح يكون بطوله كارمن؟ بتخيل هلا طلعنا بشي فكره بس جوا نحن وقاعدين بتخيل ان شاء الله تزبط بعض. مش ان شاء الله، هلا بدي وعد منك. هلا كارمن وايمن يمكن يكونوا سوا بما انه ايمن كان قبلنا فقعدنا هيك شوي استشاره صغيره، وايمن انا كنت هيك معه قبل وهو حابب كارمن وانا مسابي هلا عندي مسلسل جديد فنعطيك سكوب. هيدي وعد منك انه في وانا شاهده على الموضوع. انت شاهده عرابه صومي بصني هون. استاذ جابي انت رعيت هالاتفاقيه كلها. احسن كوب انه يكون الانتاج من عنده والست عم تبسل لأنه للواقع بيكون وصلوا للرقي اللي نحن بنعمله. هو النجاح هو النجاح فريق عمل متكامل. صح ما حدا بيقدر ينجح لحاله. بس من الانطلاقة الباز قوية بده يطلع العمل ناجح. يعني هلا بفهم منك استاذ مروان انه صار عندك سهوله باستيعاب الاخرين كلها بكل كل عمري عندي ولا مره. لا لك جد هلا لنحكي انا ما بطلع من حدا. خلينا نحكي مرات ايجابيات. الحلو بمروان انه بعد فتره انه ولا مره بياخذ موقف، يعني ممكن ياخذ موقف بس بيرجع بيمسك تليفون بيحكي. اكيد لانه مصلحه الشغل فوق كل مصلحه. مصلحته قبل صحيح. ايه صح في مصالح مشتركه بيننا. وبعدين ايه. انا بامن بشغلي عدوك على طول اكيد مش انه بالحياه ولا مره عدوك الا يكون على مستواك، مش مين ما كان بيستاهل يكون عدوك. صح. حلو هاي انتبه لها. دينا شو بدنا نغني؟ بنغني انت من وقتها ما جيت ونازل فيي طال السهر ويا ليالي العيد طال السهر طال السهر نامت عكت في غنانينا يا رايحين بعيد بعيد تبوس كروه ليالينا. طال السهر وليالي بعيد بعيد
برافو. شكرا دينا. هالأجواء كنت بدي أقولها لأنه في ضيف عزيز كمان موجود معنا ماتر جان شيدياء كمان. من حييك ماتر. شرفتنا بوجودك على بخرت بالبحر سوا. رح نتابع نحن وياكم حلقتنا بعد هالفاصل مع الإعلان. متابع نحن وياكم حلقتنا لليلة بالبحر سوا مع ضيوفنا والحلقة الأخيرة يعني بليلة هالعيد. إن شاء الله عن جد بتكون كل أيامكم أعيد. بهالفقرة كل شخص منكم رح يكون بحالة، حدا رح يكون قرصان، حدا كابتن، حدا بيكب المرسات، وحدا بيغرق أو بيفوش. سيس جابي رح بلش من عندك. طب كيف بتنقي انت هيك بدي اعرف على اي اساس بتنقي انه في وصايا ليك صراحه تقول لك شغله ايه تسالنا انت كيف شو بتنقي عكيفي نسيت انك عربي ليه فكرتك فينيقي مثل ما قلت على كيفي لا بنقيها حسب المواضيع اللي بدنا نناقشها هلا استاذ جابي رح حطه مثلا بموقف انه هو رئيس جمهوريه لا يا عمي لا سيبنا انا روم مالي حق بالرئاسي لا يا اخي بلا خليني احطك بهذا الموقف ما راح يلغوا الطائفيه السياسي يلا فاز الرئيس الجمهوريه شو الموقف اللي بتاخذه تجاه اللي عم بيصير بسوريا؟ اول موقف هو الموقف الانساني لما بيكون في دم هالقد عم ينراخ من قبل نظام انا ما راح استعمل كلمات همجي واي ولكن النظام اللي عم يعملوا ما انعمل ولا مرة بالعالم أنه النظام عم يقتل شعبه بالأنابل بالطيران بالمدفعية بالخناجر بالدبح بالاغتصاب أول شغلة هاي النقي عن نفس هيدي أكبر غلط بالسياسة اللبنانية ننقي عن نفسنا إذا في مشكلة بين سوريا والعراق بس إذا في مشكلة بين شعب عم يندبح وحكم جائر ونحن بفتكر كلنا عشنا شو كان يعمل معنا أنا كنت بالأشرفية وقت حرب المئة يوم بعرف كيف كانت الأزايف تنزل وكيف كان ما قلنا حق إلا ناخد موقف جذري ضد اللي عم يصير من قبل النظام بسوريا مين من النواب الحاليين بتشيل عنه الحصانة؟ غسان بخيبر ليه؟ لأنه بالأساس إجا مغتصب للمقعد بالمتن بألف ستمائة صوت لما كان نازل سبعين ألف صوت هلا رجع اجى مع الجنرال عون بموجة ال 2005 واخذ 50 60 الف صوت بس هو كرجل مبدئي بيطالب بحقوق الانسان اغتصب حقوق الانسان المتني اغتصب 70 الف ناخب مش عاطينه له له مين بترشح لرئاسة الجمهورية بال 2014 بصراحة اكيد مش ميشيل عون مين بترشح أنا كنت بتمنى الله يرحمه الأستاذ نسيب لحور ولكن يرحمه. بالتوازي كنا نحن عندنا اسمين الأستاذ نسيب والشيخ بطرس حرب أنا مرشحي الشيخ بطرس حرب بال 2014 إذا كان لي صوت أنا ما لي صوت لأني ماني نايب إن شاء الله ولا رح نايب بال 2013 كيف تقنع الأطراف اللبنانيين يقعدوا على طاولة الحوار؟ ما الله عايزي طاولة الحوار ما لازم يقعدوا على طاولة الحوار فيش أطراف لبنانيين لما بيكون القرار إيراني عند حزب الله وهن جزء لا يتجزأ من المعركة لولاية الفقيه ما بتحاور معه يا بتحاور مع الإيراني كف ما خلص كل هالمرة الثانية لا انبسط طاولة الحوار ما لا عايزي طاولة الحوار مش لقلنا بدنا نلاقي حل خارج عن هالتمثيلية عم يجوا على طاولة الحوار الفريق الآخر يعني فريق حزب الله وتوابعه وعارفين سلب اللي تمضيت الوقت لأنه اللبناني بعده ناطر ناطرين شو بده يصير بسوريا صحيح. يعني طاولة حوار مع العايز يلا شكرا استاذ جابي أهلا هذا أنت الكابتن بعد كلمة شو ما عيطت الناس لأنه آخر ليلة من الشهر هلا الكريم. بعد بالآخر رح تعيدهم بيجي وقت تاخد راحتك بالمعايرة دينا هيدا
تفضلي. شو هيدا؟ تغرق او بتفوش؟ ولا بعرف اصبع. بدك تلبسيها؟ يعني كيف أيوة بدها شعرات يفوت أيوة. بعدها؟ راح الديكور ضروري تنزعلها شعرات. لا لا ما بينتزعوا ما بينتزعوا. ها زين بطلت مبينه. هي اكبر مني وسام. دينا ايه بالارتباط العائلي مش عارف احكي هلا. لا لا كب حالك. ايه بالارتباط العائلي والعاطفي بتغرقي او بتفوشي؟ لا اكيد بفوش. بتفوشي؟ لا عم تضحك وبحلق. وبتحلقي ايه. اكيد. بالتنس بوجواء الكفوري بتغرقي او بتفوشي؟ بفوش. ليه بدي اغرق؟ كيف بدي اغرق؟ اكيد بفوش. يعني معروف وائل بيلعب كتير حلو، انا صار لي سنتين موقفه، بس حلو التحدي. يعني حلو انك دايما تحس حالك انه انت لا نحن لعبنا هيك كم مره هيك يعني، بس مش لاعب مزبوط. بس وائل كتير ابدا يعني عن جد كتير كتير قوي بلعبه التنس. وبس انا مفترض لازم اقول لك انه انا اكيد بفوش. انا كمان ليش طبعا بنت ملتزمه ومؤمنه بنت ملتزمه ومؤمنه بالفن بتغرق او بتفوش؟ ملتزمه بالفن بتغرق او بتفوش؟ لا بنت مؤمنه وملتزمه بالفن بتغرق او بتفوش؟ هي وشطارتها. لا بتغرق ولا بتفوش، هي وشطارتها. يعني بتفوش اذا كانت ذكيه، ولانها مؤمنه. والايمان هو بالنسبه انا لإلي هو قوتي، بقى اكيد بفوش. الاصدقاء بالوسط الفني بيغرقوا او بفوشوا؟ بفوشوا. انا كثير بحب كثير بحب كثير ايجابيه عفوا. لا كثير بعد ما شفت حدا غريق. يعني انا عن رايي، بس اذا بدك تفوت بالحقيقه واللي دائما بنطلع هيك يعني ما حلو نطلع نقول عن بعضنا نحن ما ممكن نصير اصحاب. ليه؟ في ممكن اذا كان عقلك كبير ممكن، لانه انا اليوم اذا ما كنت كارمن اعتبر بتغني وانا بغني، لا ممثله ممكن نزبط، يمكن في ناس بيقولوا هيك، بس اعتبر كارمن بتغني وانا بغني. اذا انا عن جد عندي ثقه بحالي وكارمن عندها ثقه بحالها وكنا اصحاب، اكيد بتعيش الصداقه. شرط نكون اثنيناتنا عندنا ثقه بحالنا ونكون اكيدين انه اذا انا وياها صرنا اصحاب ما في شيء رح يعني مش رح يكون حدا كان يحبها لكارمن صار رح يصير حبني لالي. ما فهمت هي شو الفكره من انه ما يكونوا اصحاب؟ شو الفكره يعني لما اكون انا وياها اصحاب؟ بس الكل بيفكروا مثلك. لا ما بعرف، ما عم بقول لك، بس انا حابه حدا يعني يرد علي. بس فيني ايه هذا كمان بعد سؤال اوكي، بس انه شو الفكره عن جد؟ انا وقت بقعد مع حالي بحكي بقصص انه ليه هيك بفكروا، انه تعال نفكر. اقولك لما اكون اصحاب انا ونانسي عجرم افترضنا، او انا ومين ما بدك اكس، انتبه في منهم ما بيجيبوا اسم حدا بحلقتهم حتى، يعني رح هيدا شيء ينقص من رصيده ويزيده لإلهم؟ انت هيك بتفكر؟ اكيد لا. ما كان بيصير في حرب لو كل العالم بتفكر هيك. شفتي؟ ناسي. مشان هيك انا ما بحضر سياسه. دينا ما بحضر لانه رايي كثير حب البقاء. في شيء اسمه حب البقاء وهيدا لا، هيدا كل المشاكل بتصير من وراء. ايه حب البقاء، ولكن حلو انت اسم فيك مسلسل هذا. في يكون انا وانا وفنانه بس اصحاب. حطها اسم المسلسل وسام بريد بجميليك. اكيد اكيد. الحقوق محفوظه. بس انت بالاشتراك مع كمير تانيوس. لما تكون اصحاب انت وفنانه فنانة معينة، ما انت مش معناتها انه رح تتركها تنجح وانت رح تقول حرام رفيقتي. لا انت كمان دينا بشو بتقولي انا بغرق وبغرق وبغرق بشو؟ بشو؟ بحبك وسام. هيدا سكوب، هيدا هيدا سكوب، هيدا يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. الله يستر هالباخره باخر حلقه. وسام وسام مثل شو عم بيصير اليوم. فيك تشلحي، فيك تشلحي. خليني اوف اكيد لا بمزح. لا بالعكس، ليش عم تمزح اللي تراجعتي عن حديثك؟ بس انه بغرق وبغرق بغرق. ليه بدي اغرق؟ انت اللي بدك تغرق. انت لبسوني اياها. شكرا دينا. كم شو بعد في شغلتين؟ بعد في المرسات والقرصان. هلا اخذ الجواب. انت شو قبل ما طلع هيدا الجواب الحقيقي؟ المرسات. مش القرصان. ايه اكيد. لك القرصان طبعا. تقيل. انتبهي. فقرة المرسات معك كارمن. تقيلة كارمن. لا فيك تهديها، فيك تحطيها على الطاولة. حياتي كارمن تقيلة. ها بين إيه؟ بين مقدمة برنامج شو سرك وضيفي بشو سرك، وين بتكب المرسات؟
لا أكيد بقدم البرنامج. أنت عرفت خبرية إنك طلبتي تكوني بحلقة تتشوفي كيف لا ممكن؟ لا قلت آخر حلقة إنه بحب كون. ليه شو سرك؟ ما فيش سر إنه لحتى قلن مش هالقد بتخوف لأنه في كتير ناس اعتذروا. بآخر حلقة لازم بلش البرنامج فيها. آه والله ما بعرف ما مش أنا اللي بقرر كنت يعني هذا السبب. بين فيلم عن حرب تموز وفيلم عن حرب الأهلية وين بتكب المرسات؟ ولا بوحدة ضد هالأفلام. في ضلني حملته؟ ايه فيك ضل. ليه؟ طب لا على أساس إنه ولا بوحدة ما ولا بوحدة. بين كارمن لبوس ايه؟ من 20 سنة وكارمن لبوس اليوم وين بتكب المرسات؟ أكيد اليوم. أكيد اليوم طبعا. برافو. إنه أنت بتعرف لي أنت قل لي. أنا ما هلا أنا ما بقول ليه؟ حرارتي طالعة. لا انه من 20 سنة انه انا بالنسبة لي في كتير قصص تقريبا حققتها يعني هلأ حققتها وفي كتير قصص بطمح لها قدرت اعملها. هلأ عم تجوهر عم تجوهر. من 20 سنة ما كنت بمرحلة كتير ضياع يعني اذا بدك. بين نظام متعدد طوائف مثل هلأ ونظام بلا طائفية وين بتكب المرسات؟ اكيد بلا طائفية. ليه؟ بدون ما تفكر بلا طائفية. بيركب عنا؟ لا اكيد ما بيركب. كيف بدك تكوني معه؟ مسافر على غير بلد. كيف بتكوني مع شيء ما بيركب؟ دائما نحن بنحكي في هذا الشعار حتى يكون واحد متفائل مثل دينا ايه. انه بضل بيطمح وبيحلم انه يصير بلد لا طائفه. يصير بلد لا طائفه مع انه مستحيل بس انه يمكن بالحياه الجاي. بالحياه الجاي ايه. بس انه انا دائما بتستوقفني هذه الفكره انه دائما بنحكي انه ليه يا ريت فينا نكون بلد لا طائفة بس انه ما فينا نظامنا هيك وهيك قائم بس نحن فينا نغيره. فينا نغيره طبعا. ما هيدا الانسان ما كان بعدنا عم نقول انه بننطر فمش لازم ننطر يعني اذا كان حدا متفائل وعم بيخطط وعنده امل بيقدر يحوله لبلد لا طائفة بس بدنا نصير مش خواريف بس نتحول لنحن من فكرة الخروف يعني نطلع شوي نرتقي ممكن نعمل بلد لا طائفة. بين مروان حداد او ما حدا وين بتكب المرسات؟ لا يا عمي انت او ما حدا. ما حدا كيف شو مروان حداد يعني شو محله بالاعراب بيكون يعني منتج يعني يا في شغل مع مروان يا ما في شغل بالمره. طب ليش حطيت مروان بهالموقف اساسا؟ بتكب المرسات. لا انه ليش حطيته بما انه او لا حدا يعني هالقد ممكن تكون بكرهه لحتى ما نقيه مثلا. شو انه هالقد بتكون ايه. بكرهه حتى ما نقيه مش معقول ما حتى اقول ما حدا انه لا سؤال فخ هيدا فخ ايه طبعا. لا انا عبالي اللي تكبيه عن مروان. اكيد رح كبه عن مروان يعني يعني اقل شيء انا ما بالحلقه يعني وما بدنا نكبه يعني. لا ابدا. لا لو هيك لا ما هي بيعرف انه دغري كتبوا ما حدا لا اكيد مع مروان. شكرا كارمن. شكرا. في القرصان. القرصان. انت القرصان تفضل استاذ لبقت له القرصان. ايه بدك تبرمها مروان بس نشوف ال مش مخلي حدا ايه قرصان ليك. لا برمها بعد شوي يمينك على اليمين بعد أيوة. شعره بعد ايوه لا برمتي لي كثير شو هاي ايوه هلا بالنص هي. اوكي مروان حداد رايحت له مع العوينين. شو الخطر كقرصان انت شو الخطر اللي ممكن يهدد سفينتك شركتك؟ حرب بلبنان حرب اهليه جديده هي بتهددنا كلنا ايه وانا مش منتج تاني مثلا او يفوت على الساحه راحت المرحله اللي حدا يهددني يعني. هذا الايجو اللي عم تحكي عنه؟ لا هيدا الواقع هيدا الواقع هيدا الواقع. انا وكارمن اليوم عم نحكي عليك ضدي. انا انت قرفان هيدا الايجو قال هيدا الواقع. هيدا مش الايجو هيدا واقع. كيف اولادك يحن قدامك. الا مين بتسرق طما يمضي مع حدا غيرك؟ مين بسرق من ما ألم مين بتسرق تما يمضي مع حدا غيرك ممثل؟ هلا مضيتهم كلهم. هلا كل اللي بدي اياهم معي. ما في حدا بعينك يلي بدي مضيهم في بعيني بس يعني هن تاريخهم وتاريخي ما بيسمح اني مضيهم. كيف هاي؟
كيف فسر لي كارمن؟ انه في اسماء يعني مثل كارمن، مثل انه اذا بدك مش راح يجوا يمضوا عن اذا انا راح اعرض ولا شيء. اذا في اعمال خارج كارمن او حدا مثل كارمن اكيد راح الا وبكون يعني عرض وطلب. بس انا بتعرف هلا معلش خليني يكون هيك، بس نحن عم ناخذها قاعدين بالبحر ومبسوطين. بحب شغله دائما انت بتقولها انه اذا في شيء خرج، وبنلاحظ انه في ناس دائما موجوده بمسلسلك دائما عم يطلع لها شيء خرج. دائما موجوده، ما هو نقيت يعني انا مقتنع فيه. بس انه اذا في خرج يعني فيها ذكر بتكون بكل شيء خرج مثلا. عم بعطي هلا امثله بكارمن معنا اليوم، بس انه مش عم حدد بس عن انت يعني كارمن اليوم انه عم تشتغل بمصر، عم تشتغل بانه بعدة دول يعني عربيا عم تشتغل. نعم. كمان قد لبنانيا، فبالتالي ما بعتقد اذا عرضت عليها انه عرض انه اذا بدك رح توافق، لانه عندها عروض. ايه مين قال عروض؟ انت مين قال عصريا؟ طيب. بما انه قرصان انت وبتفوت بمفاوضات، عشو بتفوضها لكارمن؟ عشو بفوضها لكارمن؟ ايه. يعني بتعمل تبادل، بتاخذ شيء منها وبتعطيها شيء منها. لا انا كارمن ما بفوضها على شيء، هي مع كارت بلانش اشتغلت معي وهي صح. عرفت نحن مرقنا بفتره غيمه سوداء، صارت شغله ناس دخلوا وان كان بالنسبه لي او بالنسبه لها هاو المازوتات اللي طاير غيمه سوداء بده يكون هيك طايرين بفوق. وتخطينا الموضوع من زمان صح. ونحن ناطرين اللحظه لحتى نرجع نشتغل سوا. وتعليقا على كلامه، صار في حلقه مع في الزميل وجيه صقر. نعم. ايه قال انه شو السبب ما بنتعاون مع بعض؟ قال انه سعري اجري، انه انا اجري مش غالي ابدا يعني، وحقك يكون اجري. لا سعري هو السعر اللي بتستحقه اكيد وبتستحق اكثر. ما بعتقد هيدا هو كان السبب. لا يعني اكيد لا. اي محطه عربيه عبالك تغذيها بمسلسلاتك؟ انه اليوم بلشت بالام بي سي وحابب اني وسع فيها، لانه هي ممكن تنقل المسلسل الدرامي اللبناني يلي كلنا عم نطمح انه ننقله للعالم العربي، فهي المحطه اليوم اللي عندها اكثر مشاهده عربيه. وتاني نقطه انا مبسوط كثير انه بالام تي في في نسبه مشاهده عربيه عن جد عن جد عن جد عالي. في كثير ناس ما بيعرفوا الا اللي اشتغلوا، الممثلين اللي معي بمسلسلاتي بيروحوا على الدول العربيه وبلاقون حاضرين كل المسلسلات اللي عم تطلع على الام تي في. فانا عن جد بدي اقول انه مسلسلاتنا اللي عم نعرضها على الام تي في عربيا عم تاخذ نسبه مشاهده كثير عاليه. مروان شو اللي ما بتقبل انك تفاوض فيه؟ ما بقبل اني انا اجمالا بفاوض على كل شيء، بس اذا في شيء ضد المنطق ضد الخيال سعر خيالي اكيد يعني في ممثل انا كان بدي حط سعر فوق اللي لازم احطه مع انه بحبه كثير ما 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 قبلت فيه. عشو ممكن تفوضني؟ على فيلم سينما. حضر حالك. فيلم سينما ممكن اخذ واعطي انا. انا بصراحه قلت له 100 مره على مسلسل هو حابب يعمل سينما، فهي معلومه لكل العالم، مش حابب يعمل الا سينما. شكرا مروان. شكرا لك. دينا فيك تغني؟ ايه اكيد. يلا بدنا نغني. شو عبالك استاذ جابي؟ فينا نسمع من مسيو جابي غنية؟ مني انا هي إيه؟ لا لا يا لو عمي. لو شقفة لما بكون الصوت الحلو هلا بس شقفة صغيرة للواقع انا بالغناني الحديثي ما بدنا من الحديثة قديمة يلا انا وياك قديمة غنية بس عاطين ميكرو بالفرنساوي بالفرنساوي كمان يا لا داليدا بيمشي الحال عظيم من أوائل الغناني لداليدا بامبينو. اوف حلو. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et chaque soir, sous sa fenêtre, on peut te voir. Ah! Bravo! بس انت ليه طلبتي بتعرفي انه بحب يغني ولا شو؟ بعرف انه ايه بحب الاغاني القديمه وبغني لانه هلا بالفرنساوي لانه صوتي حلو مش هيك لانه هلا تحت عم بيحكي لي
هلا غني وسمعينا صوتك بس بليز انا ما بدي غني. انا سوري قفشتي بس بدي لحق لانه يمكن لانه وسام مش قاعده محل وسام ما بعرف كيف عم بدير الدفه انا يعني انا فلكسبل مثل ما بدكم بديره. في ناس رح ينبسطوا منك انه كيف ما بدك يلا عم يعزف على اي اوتار الليله مروه. دينا سمعينا يلا دينا سمعينا. رح غني غنية بحبها كتير، هي كانت من ألبوم تعالى قلبي اسمها بدي حبيبي. جيت تعالى قلبي جيت اوكي خليك. الأغنية يا وسام من كلمات نزار فرانسيس وألحان سمير صفير، بوجهه تحية ومن أحب الأغاني على قلبي. راح اللي راح وبكرة لحالي كفي طريقي أنا والزمان، تسألني عنك وين اللي كان. بدي اياك بدي حبيبي الدنيا بلاك عني غريبي، بدي هواك اسمي قريبي تملاني حنان. بدي اياك بدي حبيبي تملاني حنان. خليكي بس عني دموع وأحزان، بعترف إني بعشق عذابك، رجع لي تأرجع حس بأمان. بدي حبيبي الدنيا بلا عني غريبي، بدي هوا قريبي تملاني حنان. بدي حبيبي الدنيا بلا عني غريبي، بدي هوا اسمي قريبي تملاني حنان. بدي حبيبي الدنيا بلا عني غريبي، بدي هوا اسمي قريبي تملاني. برافو 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 برافو. ساندي ساندي قوي بيوقعوا استاذ جابي شي؟ لا 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 الا اذا وقعوا بايديك هونيك غير وقع. رح نتابع نحن وياكم مشاهدينا حلقتنا بعد الفاصل الاعلان. We'll be right back.
نرجع نحن وياكم بحلقتنا الأخيرة بالبحر سوا لهالسنة مع ضيوفنا، ونحن بهالفقرة رح نحكي عن الأمنيات، هالصدفات اللي موجودين قدامكم، رح أسألكم عن أمنيات تمنيتوها، أمنية تمنيتوها بالحياة وتحققت لكم، أمنية جديدة بتقولوها بالصدفة وبتكبوها لورا وبتقولوا يا رب تتحقق. أستاذ جابي، شو الأمنية اللي تمنيتها وتحققت؟ تحقق انه عندي 10 اولاد اولاد، هيدا كنت منتظر يكونوا 12، بس تحقق منهم 10 ديجا، بجننوا بيطلعوا لعندي بالويك اند، ما بصدق كيف اطلع فيهم كلهم سوا. الله يخلي لك اياهم. الله يخليك. الله يخلي لك اياهم. الام تي في، كل الشباب اللي بالام تي في هن اولادك؟ هن اولادي، بس اولادي اللي هن ديركت للواقع مبسوط فيهم كثير. الله يخليهم. شو امنيتك الجديده؟ أمنيتي إنه رمضان الجاي بدي بس تحطها بالسجل. أمنيتي إنه رمضان الجاي يكون خلصت الحرب بسوريا، ويكون اللبنانيين الفريق اللي هو منتمي للخارج، لا حيالله خارج، رجع للبنانيته، لأنه نحن بالنهاية كلنا لبنانيين، بدنا نفتش على السلام وعلى مستقبل أولادنا، بدنا بعد 20 سنة ما يكونوا عم يدقوا على باب أستراليا أو كندا. إن شاء الله يا رب تتحقق أمنيتك أستاذ جابي. كارمن، مع أساس دينا هيك عم أنا هلأ هيك بدي أختم مع دينا. إيه هيدي شو الأمنية اللي تمنيتيها وتحققت لك؟ أني مثل انجح ومش الحال. شو أمنيتك الجديدة؟ عندي أمنيتين، أمنية شخصية وأمنية وطنية. بتمنى انه 8 و14 اذار يصيروا متفقين، هيدا حلم هيك معايدين مع بعضهم. بتمنى الشعب اللبناني يفيق، وعلى الصعيد الشخصي بتمنى يصير معي كثير مصاري. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما رح يثبتوا اثنيناتهم. ان شاء الله بتحقق. عهمت مروان الاولانيه؟ لا عهمت مروان، لا اللوتو، لوتو اذا مش تنال خميس. يا رب تتحقق امنياتي كلها. كارمن، مروان، شو الامنيه اللي تمنيتها وتحققت؟ بصراحه يعني اكبر امنيه انه انا شركه الانتاج اللي عملتها هيدي كنت حبها، أنا بدي أوصل للمطرح ما وصلت له، وكتر خير الله توفقت وماشي الحال. شو أمنيتك الجديدة؟ أمنيتي الجديدة إذا بدك هيدا حلمي، إنه يصير في صناعة سينما بلبنان، لأنه فعلا أنا كتير بطمح لهالموضوع، وبتمنى إنه اللبنانية المغتربين بكل العالم نقدر هن يصيروا المشاهدين تبع الأفلام يلي بدنا ننتجها بلبنان، لأنه السينما بدها عدد عالم كتير، نحن بلبنان العدد ما بيكفي لنعمل إنتاج، الفيلم ما بيرجع حقه، مشان هيك إن شاء الله نقدر نشتغل نخلي هاللبنانية المنتشرين بالعالم نوصل هالأفلام على الأرجنتين، على البرازيل، على الولايات المتحدة، ونخلق سوق جديد يخولنا نعمل صناعة. إن شاء الله بتتحقق أمنيتك. دينا، شو الأمنية اللي تمنيتيها وتحققت لك؟ حقيقة أنا ولا مرة تمنيت، إنه ما تمنيت ولا مرة يعني بشكل هيك شو بيقولوا ديركت مباشر، انه مباشر اني يصير فنانة، شيء هيدا الشيء صار بالصدفة، بس هيدا الشيء كان جواتي اكيد، بس ما كنت افهم وما كنت عبره، كنت رايحة غير مطرح. لما صرت ووصلت للشهرة صارت امنيتي محبة الناس، لانه فنان بلا محبة الناس ما بيسوى شيء، محبة الناس هي أهم شيء لكل فنان، لأنه هي الدعم وهي هي القوة. صارت أمنيتي، صارت أمنيتي، والحمد لله قدرت أوصل لهالأمنية حقيقة، وقدرت إنه حقق هيك يكون خفيفة الدم على الناس، يكون في ناس بتحبني، المحبة شيء كتير حلو. شو أمنيتك الجديدة؟ أمنيتي الجديدة أمنيتي جديدة أول شيء الله يخلي لي أمي وبي ويطول بعمرهم، هيدي أهم أمنية عندي، واللي كاتبه ربنا لإلي يصير، وإنه ما يتركني ويضل دايما هو نوري ودربي، وأقدر أوصل لكل قرار بحياتي، كل قرار بحياتي يكون عن جد هيدا قرار اللي لازم أوصل
لإله. بس دائما انا اي قرار بدي اخده بحياتي بسلم فيه امري لربي ليكون هو الهامي، وانا دائما بقول له خليك الهامي خليك الهامي. شو قلت لي؟ فولت فول لا ميموري فول ميموري فول. ايوه بس هيك حبيبي، واكيد بتمنى السلام، بتمنى كلنا بنتمنى السلام للبنان. هلا بدها تفول سلام للبنان، سلام للبنان، السلام للبنان والحريه والاستقلال وعن جد، ويصيروا كلهم شخص واحد، وهذا شيء مستحيل بس بتمنى. بتمنى حكي حلو بس المصاري معقوله ما هيك. انا بما انه اخر حلقه في عندي صدفه اجتني من رالف مطر. رالف مطر يلي سنة الماضية عربشنا أنا وياه على صخرة الروشة، هيدي ما بتعرفها أستاذ جابر؟ لا ما بعرفها. سنة الماضية عربشنا أنا ورالف وكميل. وين؟ وكميل مش كميل طانيوس، كميل صليبة. عربشنا على صخرة الروشة على أساس إنه نعمل برنامج على صخرة الروشة. نحن وصلنا لفوق وما عرفنا كيف نرجع ننزل. يعني يا ابن النط انا قلت له مش رايح. بقي هون جيبوا لي طياره هليكوبتر حيالله شيء جيبوا لي. فهيدي بدي اقول له لرالف انه الجنون اللي انا عندي اياه وبكمله، وقديت عرق البرنامج بالبحر سوا بكل الظروف اللي صارت معنا، قدرنا بالاخر وصلنا لقناعه انا وياه. قلت له حتى لو بدنا نبقى لحالنا ماشيين بهذا البرنامج بدنا نحقق هالبرنامج ونقدر نعمله، وكتر خير الله وصلنا ان حققناه. برافو. والكابتن كميل طانيوس اللي كان كمان بهالمجهود معنا، بس الكابتن الاكبر وهو اللي كابتن على الام تي في كلها وعلى كل برامج الام تي في، اللي هو الداعم الاول بهالبرنامج وبغير برامج، هو استاذ ميشيل. صحيح. يلي بالفعل قال لي شو ما بدكم اعملوا انا فتح لكم اللي بدكم اياه، مهم يطلع هذا البرنامج. انا بشكرك وبقول لك انه هالثقه اللي اعطيتنا اياها ان نعمل شيء غريب وخارج عن التقليد السنة الماضية واللي قبلها والسنة سنة الجاي منوعدك أنا نعمل شيء أقوى وأقوى. ويسام فولت شو بس أنا؟ أجيت مين؟ بدي أقول لك أجيت تحت بالطابق التحتاني بتصور؟ لا ما بتصدق وين أجيت. وين؟ سبحان الله. وين؟ أجيت على ال الدرج اللي بنطلع فيه على السفينة. اي هيدا تشوفي قد ايه ايدي ميزان. انا بدي اشكركم لوجودكم معنا. استاذ جابي نحن حبينا من اسرة البرنامج ومن رالف ومن كميل ومن كل فريق العمل، بما انك الاب الاكبر بهالمحطة وهيك الكل بيتفائلوا فيك وقت بيشوفوك بالتلفزيون وبينبسطوا بوجودك، حبينا انه هيدا درع تكريمي. ميرسي لك. استاذ جابي لانه انت مش بس بي لاولادك، انت بي لكل هالشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا بهالمحطه، وبنعرف انه صحيح بي لانه ما حدا بيقصدك الا ما بتكون فاتح ايديك وناطره. فنحن حبينا ان نقدم لك هالجست صغير كثير فات على قلبي للواقع، يعني هالتمييز عن غيري ما كانش بمحله الا لانه من هاللطف الزايد صوره كثير حلوه بالشكل اللي هي انعملت، وبتمنى انه كل اللبنانيين يكونوا عيدوا الشهر هذا خلاص، بس السنة الجاي يوصلوا على رمضان، رمضان كريم ويكون كريم على الجميع، لبنانيين كلهم مسيحيين ومسلمين قائمين ومغتربين. واو لك شو اجا شو شباب. يعني هاي والله شيء مهم. شباب مشكورين على هالباخرة اللي جبتوا لنا اياها دينا. دينا
بختم هذه الحلقة بدي أشكر كل الفريق العامل، بس إذا بتسمحوا لي لأنه الأشخاص ما بدي أنسى حدا منهم، بدي أشكر المخرج كميل طانيوس، يعطيك ألف عافية كميل. رالف مطر مشكورين على المجهود، نضال صعب، ستيفانية جواني، رشيل سماحة، ديما جمال، جيمي متى، مارون فواز، تمار داريان، ميرنا دالي، يعطيك ألف عافية. بدي أشكر شرب العون، مريان سلامي، وجسنا إسحاق، كل الشباب اللي تعبوا بهذا البرنامج، كل الشباب الكاميرامان اللي موجودين، ياغي غسان، الشباب جورج، كلكم يعطيكم ألف عافية. بدي أشكر كمان جو يلي كان عم يهتم لنا دايما بالميك أب لضيوفنا، جو ورامي يعطيكم ألف عافية. بدي أشكر كل الشباب اللي تعبوا، لأنه أنتوا شفتوا اليوم أنه الظروف اللي موجودين فيها ل 15 نهار كنا فيهم تقريبا بهذا البرنامج، يعطيكم ألف عافية. قاعدي على الإضاءة أنت والشباب جورج والشباب كلهم، ما بدي أنسى حدا، وأنتم بتعرفوا محبتكم ومعزتكم كتير كبيرة، وأكيد الضيف اللي استضافنا على هالباخرة دكتور هاشم، بدي إياك تقص الجاتو معنا. بس فينا فينا قبل نعمل شغلة، شوف بدنا زقفة وحدة لكل فريق العمل، واحد اثنين بدنا نشكرك أكيد، ونحن بدنا نشكرك وسام، شكر الكبير يعني. بدي أشكرك، بدي أشكر كميل طانيوس، وبدي أشكركم، بدي أشكر الشباب الموجودين، الفرقة إلي عقيقة، وبدي أشكر ناجي حنا وفرقة الموسيقية، وبدي أشكر كل شخص اليوم كان موجود لطلعت هالحلقة الحلوة. مسيو جابرييل مور، أنا كنت كتير مبسوطة أني اليوم موجودة معك، ونحن بنكبر نكون موجودين بأشخاص ساعدوا لبنان بأنه لازم تقدم اسمه كبر أكثر وأكثر. إيه بدها ميموري كارد تاني كارمن كمان عندك كثير مونتاج. ثانك يو، شكرا دينا. أكيد فينا نقص الجاتو أنا وياكم، والختام رح يكون معك. شكر لكل الشباب، اعذروني اذا ما قدرت سمي الكل، بس الي عقيقة والشباب كيروز الشباب، يعطيكم الف عافية. وسام يلا بدنا نقص البحر ولا يلا قصينين. شكرا الي عقيقة، يعطيكم الف عافية، ميرسي كثير على كل الاجواء اللي عطيتونا اياها. بدي اشكر الامن العام، طبعا طبعا ما نشكر الامن العام يلي ساهم لنا دائما بدخولنا على فور بيروت، وانا بوعدكم انه السنه الجاي مثل ما كنا وعدناكم انه السنه رح نكون بالبحر، توقعوا منا شيء مجنون اكثر واخوات اكثر، لانه الجنون هو الابداع. ملتقى نحن وياكم سنة الجاي ببرنامج، بس أكيد قبل سنة الجاي رح نمرق شيء أنا وياكم خلال هيدي السنة. بودعكم على أمل اللقاء قريبا جدا، تصبحوا ألف خير. أما رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا. على بر الهوى رزينا، اسمع
فدينا يا شعاتينا على بر الهوى رسينا وعدينا يا شعاتينا على بر الهوى رسينا أنا عمري معاك وهوى هواك عدينا يا شعاتينا زوق يا ناسين خطاوينا خطاوينا